قبل الجديات الترجي الرياضي ينتصر على مستقبل أرجيش بهدف إيوالا في الدقيقة 33 واحتفالية الهدف على طريقة دون كريستيانو. هذا الود وإن شاء الله تتهز شباك وقت الجد. الكاف يحدد موعد سحب قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا. ومعين الشعباني يصرح الترجي مراهن بارز على لقب دوري الأبطال الإفريقية. ونختم بهذا الخبر، الأهلي يرفع عرضه لضم بن رمضان من الترجي وهذا المبلغ المتفق عليه. إن أعجبك المحتوى لا تبخل علينا باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بنا للتفاصيل. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس أن قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية والاتحاد الإفريقي ستجرى يوم الخامس من أفريل القادم في القاهرة. وقد تأهل في ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية ماميلودي ساندانس في المجموعة الأولى، الرجاء المغربي ووفاق ستيف الجزائري في المجموعة الثانية. أما في المجموعة الثالثة الأحمر والأصفر الترجي الرياضي وشباب لوزداد الجزائري، واللقاء يوم السبت المنتظر إن شاء الله. الوداد المغربي وبيترو أتليتيكو الأنغولي في المجموعة الرابعة. وستستكمل بقية الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي بعد آخر جولة من دور المجموعات. الأهلي يرفع عرضه لضم بن رمضان من الترجي وهذه التفاصيل. رفع مسؤول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب العرض المالي لضم محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق الترجي والمتألق البارحة خصوصا في الشوط الأول للمنتخب الوطني التونسي في مباراة مالي والتفوق ب1-0 تمهيدا للتعاقد معه، هذا كله في الفترة القادمة. وعرض الأهلي على الترجي الحصول على 2 مليون أي 750 ألف دولار من أجل الاستغناء على اللاعب في الموسم القادم، وتحسبا لرحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي. وكان الترجي قد طلب في بداية المفاوضات الحصول على 4 مليون دولار لحسم الصفقة. معين الشعباني يصرح الترجي مراهن بارز على لقب الدوري الأبطال الإفريقية. أكد معين الشعباني المدرب التونسي لنادي المصري بورسعيدي أن الترجي من بين أبرز المرشحين لإحراز لقب دوري الشامبيونز ليغ الإفريقية هذا العام. وأضاف الشعباني في تصريح لقناة الحياة المصرية أن الأهلي المصري وسان داونز الجنوب إفريقي سيكونان أبرز منافسي الترجي على اللقب القاري. ومن جهة ثانية حذر الشعباني من فريق بيترو أتليتيكو الذي صنع المفاجأة في دور المجموعات وتأهل لربع النهائي. على دراما تربينا.